قضى الفاتح مجلس الحرب الأخير، أعلن السلطان اقتراب موعد الهجوم العام على المدينة، وأطلق شعار إما أن يسقط العثمانيون أو تسقط القسطنطينية. وصام المسلمون هذا اليوم تطهيراً وتزكية للنفوس وتقرباً إلى الله. وفي مساء ذلك اليوم أوقدت النيران والمشاعل والقناديل في المعسكر العثماني، حتى ظهر المعسكر متوهجاً توهجاً شديداً، وظل الجنود طوال الليل يهللون ويكبرون وينشدون الأناشيد الحماسية ويقرعون الطبول. وبلغ من شدة الوهج أن ظن الروم بأن حريقاً كبيراً اندلع في معسكر العثمانيين. بعد صلاة الفجر بدأ الهجوم الإسلامي على القسطنطينية. وبدأت المدفعية تطلق نيرانها مع بزوغ أشعة الشمس الأولى، وبدأ الجند تحت ستار هذه النيران بالضغط على الأسوار ومحاولة تسلقها من جميع الجهات. وأخذت الفرق الموسيقية العسكرية العثمانية تضرب طبولها وتدوي أبواقها لإثارة حمية الجنود، ورجال الدين ومشايخ الطرق الصوفية يتجولون بين صفوف العثمانيين يشجعون المقاتلين ويتلون الهتف. تضعضعت الأسوار بشدة واكتست بالثغرات بفعل القصف المدفعي العنيف، وقد نجح جزء من الجيش العثماني بدخول المدينة عبر تلك الثغرات، لكنهم ما كادوا يفعلون ذلك حتى ردهم المدافعون على أعقابهم. وأخذ البيزنطيون يدافعون بضراوة، وعندما ظهر للسلطان أن المعركة قد احتدمت أمر القوات الخاصة وهم نخبة الإنكشاريين فانقضوا على الأسوار وألحقوا بالمدافعين خسائر كبيرة. بقي الإمبراطور وحفنة من جنوده المخلصين يقاتلون الإنكشارية، فنجحوا في صدهم لفترة قصيرة، لكن فشلهم كان محتوما. في تلك اللحظات تمكن ضابط عثماني حديث السن يدعى حسن الأولوباطي مع 30 جنديا من رفاقه، تمكنوا من الوصول إلى أعلى نقطة في السور الأوسط حيث ركزوا الراية العثمانية. وفي تلك اللحظة انهالت عليهم السهام والنيران والرصاصات، فقتل حسن و18 جنديا آخر، لكن 12 البقية حافظوا على الراية فلم تسقط من أيديهم. ولما شاهد الإمبراطور الراية السلطانية ترفرف على الأسوار أيقن أن الأمر انتهى، وانقض مع بقية جنوده على العثمانيين، فكانت تلك نهايته حيث سقط قتيلا مع جنوده. وهنا لا بد من الثناء على هذا البطل الإمبراطور الذي قاتل ببسالة ولم يفر من ساحة القتال. فتح الجيش العثماني الذي دخل المدينة أبواب القلاع الواحدة والأخرى، ويسر دخول الوحدات العسكرية الأخرى كافة. ثم أخذ الجنود بالقضاء على أوكار المقاومة الأخيرة، وساروا في تشكيل نظامي نحو ميدان آيا صوفيا، حيث تجمهر أهالي المدينة. وخصص السلطان فرقا عسكرية لحراسة بعض مواقع المدينة وأهمها الكنائس مثل كنيسة الحواريين، كي لا يتعرض لها أحد الجنود بضرر. وفي عصر ذلك اليوم دخل السلطان المدينة على ظهر جواده الأبيض جامبولاد، واسم هذا الجواد يعني الروح الفولاذية، وقد بلغ من العمر 22 ربيعا، ونشر رايات الإسلام وسجد على الأرض شاكرا لله أن نبوءة الرسول محمد تحققت على يديه. ثم سار إلى كاتدرائية آيا صوفيا حيث تجمع خلق كثير من الناس، فأمنهم على حياتهم وممتلكاتهم وحريتهم، وطلب منهم العودة إلى بيوتهم. بعد ذلك توجه إلى مذبح الكاتدرائية وأمر برفع الأذان فيها، وأدى صلاة العصر داخلها إيذانا بجعلها مسجدا جامعا للمسلمين. ثم أمر بالبحث عن جثة الإمبراطور قسطنطين، فأحضرت وسلمت إلى الرهبان ودفنت بعد إقامة المراسم الرومية المعتادة. دخلها محمد الفاتح، دخلها هذا المجاهد العظيم، وأخيرا لقد دخل القسطنطينية. لقد أصابهم حديث الرسول هو وجنده،
دخلها بكل هيبة وعظمة الملوك الفاتحين. لقد دخلها رغما عنهم. إنها درة أوروبا، إنها القسطنطينية، إنها إسطنبول، إنها سرير الإسلام. لم يغفر لها تاريخها، حب الغرب لم يشفع لها. هي كانت تريد أن تكون إسلامية، أرادت أن تكون عاصمة الإمبراطورية الإسلامية، أرادت أن تكون حاضرة العالم. القسطنطينية دخلها محمد الفاتح وكسر عاصمة الشرق الأبدية للدولة البيزنطية. بعد أن تم الفتح العظيم، أرسل الفاتح السلطان محمد برسالة موحدة لزعماء العالم الإسلامي، جاء فيها: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إن من أحسن سنن أسلافنا رحمهم الله أنهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ونحن على تلك السنة قائمون وعلى تلك الأمنية دائمون، متمثلين بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ومتمسكين بقوله عليه السلام: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فهممنا هذا العام معتصمين بحبل للجلال والإكرام، ومتمسكين بفضل الملك العلام إلى أداء فرض العزاء في الإسلام، مؤتمرين بأمره تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وجهزنا عساكر الغزاة والمجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ملئت فجورا وكفرا، والتي بقيت وسط الممالك الإسلامية تباهي بكفرها فخرا. عم الفرح العالم الإسلامي، وابتهج المسلمون ابتهاجا عظيما لتحقق نبوءة الرسول محمد، وكان سرور العالم الإسلامي بالفتح كبيرا. فأنيرت القاهرة عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك، وزينت شوارعها أياما طويلة، وأقيمت فيها احتفالات عظيمة، وكذلك حصل في دمشق وسائر الحواضر الإسلامية الكبرى. كان الفتح القسطنطينية تأثيرا كبيرا جدا على مستقبل أوروبا، حيث اهتز كل عرش في هذه القارة، وانتاب الملوك والأمراء شعور بالهلع والألم والخزي بعد أن سقط الحصن الذي طالما حمى أوروبا من آسيا لأكثر من 1000 سنة. كان لسقوط القسطنطينية دوي كبير سواء في الشرق أو في الغرب، كما يعد أحد أكبر وقائع التاريخ العالمي، وحدا فاصلا بين تاريخ العصور الوسطى وتاريخ العصور الحديثة. اللهم يا مالك الملك، أعطنا فرحة تساوي تلك الفرحة في فتح القسطنطينية. والله أننا بحاجة في العالم الإسلامي بعد كل هذا الخذلان إلى فرحة تعيد عزة الإسلام. اللهم إنك على كل شيء قدير.